أعلنت شركة تيك توك في بيان إنها تعمل على توسيع مركز الانتخابات الخاص بها، وهي صفحة مقصودة تشرح كيفية عمل الانتخابات وتسمح بتشغيل مقاطع فيديو جديدة داخل موجز للأخبار. تيك توك قالت إنها شكلت مجموعة استشارية داخلية مكونة من 13 عضوا لنزاهة الانتخابات الأمريكية، والتي تضم خبراء في التطرف ونزاهة الانتخابات، وذلك لاختبار الضغط على سياساتها حول خطاب الكراهية أو المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتخطيط لسيناريوهات التي قد تؤثر على المنصات الاجتماعية أثناء الانتخابات. في وقت قلصت معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى الضمانات حول المعلومات المضللة، وقلصت حجم الفرق العاملة في الانتخابات. المنصات ستزيد أيضا من متطلبات الأمان للحسابات الموثقة من السياسيين والحكومات في الولايات المتحدة، مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب ومرشحيهما لمنصب نائب الرئيس، الذين أنشأوا حسابات على تيك توك منذ أسبوعين فيما اعتبر تحولا حادا عن العام الماضي، عندما كانت الغالبية العظمى من السياسيين الأمريكيين يتجنبون التطبيق. هذه الجهود تأتي بعد أن أعربت وزارة العدل الأمريكية في يوليو عن مخاوفها من توجيه الصين تطبيق تيك توك للتلاعب بالفيديوهات المقدمة للأمريكيين لتقويض الثقة في الديمقراطية الأمريكية، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها تيك توك بحذر بأنها أصبحت مصدراً إخبارياً أكبر بكثير لملايين الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية مقارنة بما كانت عليه في عام 2020.